اتفضلي اتفضلي يا حلو، خش برجلك اليمين. ايوه خليك مغمضه كده، حطهم هنا. يا هاي بيوم افتح؟ فتح يا حبيبتي. بقول لك ايه يا بطة، احنا لازم نقعد نحكي مع بعض. انت تقولي اللي عندك وانا اقول لك اللي عندي، وبعدين تجيب حاجه نشربها وحاجه نتسلى فيها ونتفرج على التلفزيون شويه، وبعدين نخش اوضه النوم يا شقي. ماشي ماشي، انا هجيب لك كل المشاريب اللي عندك. سامع بيعمل ايه؟ سامع الصوت ده؟ شايف الدخان؟ طب قول ورايا، يا بتوع الصوت، يا بتوع الصوت. حبيبي انت، حبيبي انت، حبيبي والله يا عيل. بقى الوقت اللي بتقعد فيه في البيت تقضيه مع ابنك؟ خلاص اقعدي العبي معانا يا رهيمه. بالذمه ده كلام؟ عيشة ايه بس دي يا رب اللي انا مستحملها معاك؟ انت عايزه مني حاجه؟ عايزه جوزي يحس بيا ويعرف ان له زوجه محتاجه انه يهتم بيها، مش يسيبها يقعد يلعب مع ابنه. وابني كمان محتاج يحس ان في اب بيهتم بيه، مش كده ولا ايه؟ يلا يا هيما، يلا يا حبيبي، يلا يلا. انت هتقوم تقعد معايا ولا لا؟ هي الساعه كام معاك يا هيما؟ الساعه بقت 11. خلاص يبقى انا بقى يا هيما لازم انام بدري عشان عندي شغل الصبح بدري. تنام؟ بس انا مش جاي لي نوم يا فتحي. خلاص خليكي بقى صاحيه لغايه ما يجيلك نوم. وانت بقى يا هيما عايز تعمل ايه؟ هتنام ولا تلعب؟ تلعب تلعب يا هيما. اشربي يا بط. لا 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 ما بشربوش. لا ما بتشربوش؟ لا ياخدي يبقى ناكل. يلا افتحي بقك ياخدي. بطني بقت قد كده يا ورده، تعدمني لو ما اكلتها. انا عينيا ليك يا سلام. يلا يلا بقى حلوه بقى، طرلنا القعده ورقصنا رقصه جميله كده زيك. من عينيا يا معلم. تسلم عينيا جميل. بيومي بيومي ايه ايه انا فين؟ انت فين؟ في الجنة يا اخويا بتاكل رز مع المعلم.
تعبان او عايز انام. تعبان؟ ايه ده انا عايز انام بقالي كتير قوي. بقالك قد ايه؟ سنه اتنين جت على حظي يا اخويا. استغطى وما تبردش. يلا نخش يا وردة جوه، يلا نخش يا وردة جوه. كنت عايزة تاخدي ايه من الدنيا يا وردة؟ عايزة تاخدي كل حاجة؟ يلا اهو ضل راجل ولا ضل حيطة زي ما بيقولوا. يا ابني اذا كان وجود الواد عندك هيعمل مشكلة هاتوا هنا في بيت جده وهيسدته وتربيه. ايوه يا حاج، بس الناس يعني هتقول ايه لما تعرف انه ساب بيت ابوه وجيت ربى في البيت هنا عندكم؟ الناس مالها بينا؟ وبعدين الناس دلوقتي الحمد لله اتاكدوا ان الواد ده ابنك من ميسا، ما فيهاش حاجه بقى لما يتربى في بيت جده وسته. يا ابني يا حبيبي ابوك كلامه مظبوط، ياما عيال اتربوا في بيت جدهم وستهم. الله، وبعدين خلاص الحمد لله يا رب العالمين، ابنك دلوقتي بيمشي، وحتى لو ما بيمشيش يا حبيبي ده انا اشيله جوه حباب عيني. ايوه بس انا خايف ان احنا كده نبان شكلنا ضعاف قدام البت مراتي. يا ابني ولا ضعاف ولا حاجه، انا ان كان عليا ما احبش الواد ده يبعد عني ابدا. دول بس الترتيبات اللي انا عملتها عشان ما حدش يعرف الحقيقه. بس يا واد يا فتحي بقى اسال ابوك كده، انا بحلم ليل ويا نهار ان الواد ده يجي يعيش معانا هنا ويتربى في حضني. تعالى يا حبيبي تعالى. ولا اي حاج، مش اغلى من الولد برضه ولد الولد. انا بس نفسي افهم يا ابني، هو انت ومراتك مش ناويين تجيبوا لنا عيل؟ عارفه يا ورده، مفيش واحده من اللي انا اتجوزتهم ربنا طرح فيها البركه وخلفت لي حته عيل. ليه اتجوزت كم مره؟ يجي 7 مرات كده. بقى انت اتجوزت 7 مرات؟ اه، في ايه يعني؟ لا دام على سنة الله ورسوله، ايه اللي بيحصل يعني؟ ولا حاجة. طلقتهم ليه؟ لا انا ما كنتش بطلقهم، ربنا هو اللي كان بياخدهم. يخرب بيتك راجل، السبعة ماتوا؟ وفي ايه يا حبيبتي؟ الموت علينا حق. انا لو كنت اعرف كده ما كنتش اتجوزتك. على كده بقى اللي تتجوزك لازم تعرف في الاول مين اللي هيورثها. المهم مفيش حد في السبعه دول خلفولك؟ كلهم طلعوا مضروبين، لكن البركه فيك انت يا وردتي. اه لو جبتي لي انت الولد. هتعمل لي ايه؟ اعمل ده انا هكتب لك اللي ورايا واللي قدامي. كفايه يا اخويا اللي وراك، اللي قدامك مش عايزاه. قولي لي يا وردتي، انت مش اتجوزتي قبل كده؟ ما خلفتيش؟ خلفت ولد زي القمر. وهو فين دلوقتي؟ مات. بص السمكه، شد السمكه. ما هو غير الكوكو، سيبها خليها في السمكه. الله، شد اكل السمك. تاكل سمك؟ لا مش ده السمك اللي بيتاكل ده سمك. بص بيتشد كده. قول لي يا واد يا مرسي، المايه فين تطلع؟ هو المخزن اللي في المغلق شغال؟ الحاجه سنكره من يوم ما الريس جرعه ما دخل السجن. امال فتحي بيخزن فين؟ في البيوت؟ بيوت يا ست الكل. هو في حد في بطنيه يعرف ان شغالين في الصنف غير التجار شغالين معاهم؟ امال بيخزن فين؟ في المقطم والجلوشه. اها، هما بنوا مخزن هناك؟ بنوا يا ست الكل، ده مخزن كده رباني في بطن الجبل. وفتحي بقى مش خايف من السرقه؟ محد يقدر يهوب هناك. ليه بقى؟ على حراسه جامده قوي. هي البضاعه اللي موجوده في المخازن دي تستاهل كل الحراسه دي؟ اللي تستاهل يا ست الكل، ده بضاعه متلتله بمئات الالوف. طب تاكلش ليه يا ولد؟ هجيب لك فرختين كمان. بقولك يا ست الكل، انت سيبيني اخلص على السفره دي كلها وكل اللي محتاجه مني. كوبايه شاي من ايدك الحلوه ونفسين.
سالم وهريدي هيطلعوا حالا دلوقتي، هخليهم يعملوا لك احلى نفسين في الدنيا عشان تظبط دماغك يا ولد. مش ولا شغوة ترى. عملت ايه يا سلام انت وهريدي؟ طيب خلاص خلاص هبلغه خلاص. ايه يا فتحي؟ ايه اللي حصل؟ ولا حاجه، مخزن اتسرق. مخزن ايه؟ انت مالك انت؟ انت ايش دخلك في الموضوع ده؟ ايه ده؟ الف مبروك. بقول لك ايه، في حد من الرجاله جرى له حاجه؟ طب تمام، اوعى تطلع بالبضاعة على البيت اللي في كوم السمن. لا، حط نصها في العجوزة ونصها تاني عند برعي. هقابلكوا بكرة إن شاء الله. يلا مع السلامة. والله وبدت لك في القفص يا بنت يا وردة. أنا مش فاهم إيه اللي بيجرالي ده. يا سبحان الله، ده انا ما كانوش الحراميه يستاجروا يشيلوا حته نشاره من قدام المغلى حتى. اقوم انا اتسرق ويتجرأوا عليا للدرجه دي ويسرقوا بضاعه مني بالمبلغ ده؟ يا حاج مش كده يا حاج. الله، عمال تحرق في دمك يا اخويا، ما في 60,000 داهيه فدى الواد ابراهيم الصغير. انا ما بتكلمش على الفلوس، ما يغور نص ارنب ولا ارنب ولا اتنين حتى. انا بتكلم على المبدا نفسه، ازاي يستجروا يسرقوني بالشكل ده؟ لا مؤاخذة يا حاج، هو انت تعرف مين اللي عمل العملة السودة دي وسرقك؟ وده كلام برضو؟ هو انا لو كنت هعرف كنت عايز كنت الله اكلم نفسي كده. انا اللي كايدني اكتر هم عرفوا منين طريق المخازن الجديدة دي. انا دلوقتي اتأكدت ان في خاين بين رجالتنا. خاين ايه بس يا ابني؟ اعوذ بالله، لا يمكن. اولا الناس اللي بيشتغلوا معايا دول اغلبهم بيشتغل معايا من قبل انت ما تتولد، وبعدين ده فيهم ناس كتير انا ربيتهم بعد اهليهم ما ماتوا، وبعدين انا اللي معلمهم كلهم الكار. مش عارف حاج، بس انا عندي احساس كده انه برعي. برعي هو عارف اللي انت عملته ولا ايه؟ مش عارف، اللي انا عارفه إن وردة بتزوره في السجن، دي حتى اتخانقت مع حميد أختي. وردة اللي اتخانقت مع حميد أختك؟ يا ابني قول كلام غير ده، تلاقي حميدة هي اللي شرشحت لها. بس وردة، أنت قلت إن وردة اتجوزت راجل مقاول مباني أو حاجة كده، إيه اللي هيوديها دلوقتي عند برعي؟ وبعدين برعي نفسه ما يعرفش طريق المخازن الجديد. مش يمكن يا حاج حد من الرجالة راح زاره وقال له؟ حد من الرجاله يروح له يقول له
وما فيش حد ممكن يعتبر من رجالته غير مرسي. مرسي منك ده اي حاجه؟ دي حميده مفتحه بوعيه، هي في بنت برضو تشيل من ابوها. لا يا اخويا لا، خصوصا انت ما بتستحملش عليهم الهوا الطاير. اصل انا معبيه وفايد بيا يابا. اعوذ بالله. ليه كده يا حبيبتي؟ ايه اللي مزعلك بس؟ هو يعني برعي ده مش جوز بنتك؟ بلاش جوز بنتك، مش برعي ده اكتر واحد خدمك في اللي حواليك كلهم؟ وانا قلت لا يا بنتي، وانا من ساعه ما شغلته معايا وجوزتهولك ما فرقتش بينه وبينكم ابدا. امال ليه سايبه مرمي رميه الكلام؟ ما فكرتش حتى يابا تزوره ولا مره ولا تريح قلبه بكلمتين في زنقته؟ وانا يا بنتي ما قصرتش معاه، يشهد الله يشهد الله ان انا في قضيته قومت له اكبر ثلاث محاميين في البلد. مالكيش حق يا حميده يا بنت جوزي، ده الحاج ابراهيم حتى ما بيأثرش يا بنتي مع الغر، هيأثر مع اللي منه. لا مالكيش حق. ازاي يعني يا مرات ابويا؟ ابويا ما فكرش يزوره ولا مره واحده ولا يحضر له جلسه في محكمه. ما هو ده برضو مش اي واد من صبيان، ده مهما كان الرئيس برع. الله يا بنتي عندك حق في اللي بتقوليه، بس انا اعمل ايه؟ ما هو غصب عني، انا اللي بعمله ده لمصلحتكم كلكم. مصلحتنا ده ايه يابا؟ ما انا يا بنتي قدام الناس بشتغل ايه؟ تاجر خشب، تاجر خشب، مش عايز حد يشك في الحكايه دي، وخصوصا البوليس. انا عايز البوليس يصدق ان برعي عمل اللي عمله ده من دماغه ومن غير انا ما اكون راضي عنه كمان. شفتي بقى يا بنتي حميده، ابوكي دماغه كبيره وباصص لبعيد. يا بنت ده احنا من غيره ما نسواش حاجه. وبعدين بيني وما بينك بقى، البوليس اليومين دول عينيه مفنجله كده. ايوه يا مرات ابويا، بس برعي نفسه مكسوره قوي وحاسس في نفسيته ان ابويا مش بيزوره. ده بيقول ان ابويا واخويا ما صدقوا اللي جراله وقالوا يلا بركه يا جامع. يخص على ده بني ادم. يعني هنقول ايه؟ كلب وراح؟ مع ان شكلها حلو بس ما قلناهاش، بالعكس ده برعي ده حبيبي حبيبي. وانا اي حد يسالني بتحب مين يا حاج ابراهيم اقول له برعي، حتى سالي بهيجه. اه والله بساله بتحب مين يا حاج يقول لي بهيجه. ربنا يا حبيبتي يفك سجن برعي يا رب ويرجعهولك بيته بالسلامه. انت ازاي تروحي لجوزك وما تقوليش؟ على الاقل يعني كنت جيت معاكي. اصل انت مش عارفه غلاوة برعي عندي عاملة ازاي. يلا مش مشكلة، هبقى اجي معاك المرة اللي جاية. اسمعي، انا شيعتلك فلوس وصلولك؟ لو عايزة زيادة قوليلي يا بنت، ما تتكسفيش، خير ربنا كتير. يا حميدة يا حميدة ما تتكسفيش، انا اخوكي. ربنا ما يحرمنيش منك يا اخويا. لا طلع زي ابويا، شهم وحنين وبتفهم في الاصول. ما تقلقش الزيارة الجاية هعدي عليك عشان اخدك معايا. مع السلامة. بتعملهم عليا يا ابن بهيجة؟ طب ماشي، كله هيطلع في الغسيل. انا لقيت لك حل هيساعدنا في المشروع بتاعنا. ايه هو؟ احنا برضك لازم نروح نزور برعي في السجن عشان نستفهم منه اكتر. ايه؟ نروح لبرعي في السجن؟ ليه يعني؟ عشان يروح يقول لحماه؟ يا ابني ما تقلقش، برعي ده جدع. وبعدين بقى اللي انا اعرفه انه لا طايق الحاج ولا ابنه. غريبه دي، مع انهم وقفوا جنبه في قضيته. يا عم ده كلام بس كده قدام الناس عشان ما حدش يقول ان هم ما سالوش فيه ولا عبروه. بس بيني وبينك كده، انا سمعت طراطيش كلام ان الواد فتحي هو اللي ورا موضوع برعي. عشان يزحلقوا يعني؟ عشان اتجوز البيت لورد. ايوه حقيقي يا ابن الايه يا برعي، ده طلع حته نمره. لكن هو مش فتحي طلق مراته غصب عنه، ابوه هو اللي حكم عليه. بس يعني يظهر الوقت كده لسه بيحبها. يعني هو ساب النسوان اللي في الدنيا كلها وما لقاش الا طريق تاخد مراته. المهم احنا هنروح لبرعي ونفهم منه كل حاجه عشان لما نسافر نبقى مسافرين على نور. طب افرض يا ناصح بقى العيله الكريمه راحت وطبت علينا. ما تقلقش، احنا هنروح له في زياره خاصه، حكمانا في واحد ظابط صاحبي كده في السجون هيظبط لنا كل حاجه. خمس دقايق وبس. باشا باشا ربنا يكرمك وخليك لينا باشا، ربنا يخليك لينا ما احرمناش منك ابدا. عاوز اقول لكم حاجه مهمه قوي.
والصوف ده بيتنشا على زباين عاوز يعمل صيت لنفسه. هو عارفك كويس؟ ايه اللي عارفني كويس؟ ده احنا ياما بلبطنا في الميه انا وهو، ده سهرني سهرات يا سلام تطول العمر. طب وبعدين يا برع؟ ما تقول لنا نعمل ايه؟ عايز اقول لكم حاجه بقى، انتوا تروحوا له وتقولوا له احنا جايين لك من طرف فرعي هيشيلكم من على الارض شيل. بس عاوز اقول لكم حاجه مهمه قوي. ايه؟ ما تقول يا برع. اوعوا تقولوا له انا مسجون، احسن يعني يفتكرنا خايبين ومش قادرين نركب الحكومه ولا البوليس، بعد كده يخاف ويكش مننا ومش هيرضى يدينا بضاعه. المهم يا برع، انت هتدخل معانا بقد ايه؟ التلت، كل واحد فينا التلت، يعني كلنا قد بعض. طب والفلوس هتوصل لنا ازاي؟ عاوز يتكلم حميده، تاني يوم على طول الفلوس توصل لكم وبالدولارات. بس عايز اقول لكم على حاجه مهمه قوي، اوعوا اياكم الخيانه. اوعوا تفتكروا يعني ان انا مسجون هنا متكتف، لا ده انا ايدي طايله قوي. كلامي بس ده يا معلم برح؟ هو احنا اول مره نتعامل مع بعض ولا ايه؟ احنا اهم حاجه في شغلناتنا دي الاخوه والمجدحه. خلاص يا شقيق نقرا الفاتحه. عندك قرارات؟ ماشي. خد دول. كام دول؟ ده نص اللي اتفقنا عليه. بكوري عاوزين بضاعه نظيفه. نظيفه قوي. طب ما تقربوا بنص المعلوم التاني. يا عم خلص انت بس وبقيت فلوسك هتوصلك. ما تاخذنيش يا سحفظي، العمليه هتخلص وانتم مسافرين. جرايه ده كروري مش ضامن فلوسك ولا ايه؟ عدم المؤاخذه يا سي سمير، انتم مسافرين في غربه ومحدش يضمن الموت من الحياه. جتك داهيه في ملافظك. في يا جدع؟ انت هتبشر علينا عشان كم مليم؟ بقول لك ايه يا كروري، انت هتنفذ العمليه بعد ما نسافر بيومين بالظبط، مفهوم؟ وانتوا راجعين بعد قد ايه؟ اطمن احنا مش هنغيب، بس المهم بقى لما نرجع عايزين نرجع نعزي. طمنوا على الاخر يا بهوات، هتلاقوه نايم في تربته. اهلا فيكم يا شباب. اهلا بيك يا مسيو الصوف. انتوا الجو عندكم حلو قوي يا مسيو الصوف. احنا كل حاجه عندنا حلوه يا اخ حمزي، لكن وين الاخ براعي؟ ليه ما جمعكم؟ والله وحشني كتير. الاخ براعي زي ما انت عارف شغال مع الحاج ابراهيم العقاد، والحاج ما بيقدر يسوي شيء من غيره. انت عارف الحاج راكب دماغه ازاي ومش عايز يشتغل في البودره، عشان كده براعي بعتنا نخلص احنا الموضوع بداله. والحاج لو دق مره طعم مكسب البودره ما بيسيبها ابدا ويسيبه من هالحشيش. انت عارف دايما الحاج راكب دماغه. الحاج ده دقه قديمه وعظمته كبرت خلاص، وبعدين هيقول لك بقى انا ما بغيرش الكار بتاعي. والله سمعته زي الطبل في كل مكان، كل اللي اشتغل معه عم يشكر فيه كتير. كل شيء نصيب يا مسيو الصوف. وين تحبوا تسهروا الليله؟ بندبر لكم كل شيء. طب حلمك علينا بس يا مسيو صوف، احنا جايين هنا نشتغل ونربط معاك، يعني مش جايين نسهر. حفظي قصده حضرتك يعني نخلص موضوع الشغل وبعد كده نتكلم في موضوع السهر. والله انت وهو تجار ولا تجار. وايه تاني عارف؟ وعرفت كمان ان حفظي جوز الهادي اخت حضرتك سافر بره. دي اخبار قديمه يعني، انا عايز جديد. ما هو ده اللي على قديمه، اللي على جديده بقى ان سمير ابن المعلم مطاوع الله يرحمه سافر معاك. متأكد؟ إلا متأكد، الواد سواق العربية اللي وداهم المطار قال لي. طب ما قالكش هما سافروا فين؟ سافروا فين دي بقى أنا ما أعرفهاش، بس هعرفها يعني هعرفها. أنا متوغوش، وخصوصا من السفرية بتاع الواد حفظ البرة دي. لا أختك تقول لي إيه؟ ده مسافر يجيب حاجات لمصنعه. طب وسمير؟ إيه اللي سفره معاه؟ فكرت أنا فيها، بس أنا عارف إن العيلين دول عيلين هلس. جايز مسافرين يخبصوا ورا. لا يا حاج مش ده السبب. انا برضو قلبي بياكلني بيقول لي كده. ايوه طب فكر معايا، ممكن يكون ايه السبب؟ مش جايز مسافرين عشان شغل ولا حاجه؟ ما انا بقول لك اختك قالت انه رايح يجيب حاجات لمصنعه. لا يا حاج دول مسافرين عشان يجيبوا بضاعه. ايه؟ يجيبوا بضاعة؟
يعني عايزين يحاربوني في شغلي؟ انا من الاول مش مرتاح لشغل الناس دي معانا، يروحوا 60 دقيقة. بس انا خايف يضربونا في السوق. ايوه بس الواحد ما يفكر فيها برضو، دول هيعرفوا التجار بتوع بره ازاي؟ جايز سألوا وعرفوا يا حاج. سألوا وعرفوا. اللي يسأل ما يتوهش. يبقى انا لازم اعرف هم سافروا انهي بلد. اكيد حفظي مش هيقول لمراته يا حاج. لا سيب دي علي، انا هسلسل البيت بطه واعرف منها ايه الموضوع بالظبط. اللي مستغربه لحد دلوقتي ازاي يلبسوا على الرايس بسرعه من غير ما يلبسوا. الحكايه دي مش داخله دماغي خالص. حاسس ان في ملعوب كبير قوي. ملعوب لمين يا ولد يا سيد؟ اقول لك ما تزعليش يا ست الكل. قول يا مرسي. يقولوا انك انت اللي ورا الحكايه دي. ايه؟ مين ده اللي بيقول كده ده؟ كل البطليه بما فيهم الحاج وابنه فتحي. تبقى الحكايه كده بنت للبيت بقى. يبقى الواد وابوه هم اللي فقعوا المهموس ده للريس برعي. معقوله ورده؟ المعلم برعي برضه في الاول وفي الاخر جوز بنت الحاج العقاد ودراعه اليمين. بس الحاج قطع الدراع عشان يخلق جو لابنه. الله ينور عليك يا ست الكل. تصدق بقى هو ده اللي كنت حاسس بيه من ساعه ما قفش الريس برعي. انا دماغي تتفرتك، مش قادر اصدق ان الحاج يعمل كده في جوز بنته. الشغلانه دي مفيش حد فيها بيرحم التاني يا سالم. قول لي يا مرسي، ما تعرفش هما ليه رموني بالتهمة ديت؟ هما اللي هرموه على مين يا ست الكل؟ اصل يعني يا اخويا انا مفيش بيني وبين المعلم برعي اي عداوة عشان اذيه كل الاذية ديت. وبعدين تعالى هنا، هي مش كل كبسة على البطنية بتيجي بيها اخبارية للعقاد؟ اشمعنى الكبسة دي بقى اللي ما جاتلوش بيها اخبارية؟ مع انه يا اخويا جوز بنته. اه والله صح، تصدق انت عندك حق وردة. انا عايزك يا اخويا تشيع الكلام ده عندكم في البطنية علشان الناس تعرف ان العقاد وابنه هم اللي دخلوا برع السجن. وانا اقدر افتح بقي بكلمه من الكلام اللي انت بتقوليه ده يا ست الكل؟ ده انا كنت رحت في ابونا يكلم. يا واد يا عبيط، مين اللي هيقول له انت اللي بتشيع الكلام ده؟ الحاج مفيش حاجه بتخفى عليه، ده راجل بيسمع دبه النمله وليه عين في كل خرم في البطنيه. ليه تدب رصاصه في عينين الاثنين ما يوعى يشوف. عجبك الاكل يا حاج؟ يا سلام يا ست فوزيه، الحقيقه انت اكلك ما يعلاش عليه. مطرح ما يسري يمري يا اخويا. بسم الله ما شاء الله، يعني عليكي وعلى صنع ايديكي. دي شهاده كبيره قوي ياما، ابويا ما بيقولهاش لاي حد. وايه الفايده يا اختي ما دام بياكل بره؟ بره فين يا وليه؟ انت عارفاني انا ما بطلش غير الاكل البيتي. قصدي يعني ما بتاكلش عندي. الله، امال انا سالت ايدي من ايه دلوقتي؟ مش من اكلك؟ ما تقولي لها بطل. بقول لك يا فوزيه، ما تعملي كوبايه شاي؟ الله يا حبيبي، انت مش هتحلي ولا ايه؟ ما كمان شويه ما احنا قاعدين، بس اعملي لي كوبايه شاي بقول. من عينيا يا اخوي، من عينيا يا ابراهيم. يلا ست، بسم الله ما شاء الله، محمل ماشي. قولي يا بت، ايوه جوزك ما كلمكيش في التليفون؟ اتصور يابا، ما كلفش خاطره يتصل بيا ولو مره واحده. مسكين، تلاقيه مشغول لشوشته، ربنا يكون في عونه ومشغول. انا ما قلتش حاجه بس يطمني عليه. طيب انت يا بنتي ما تعرفيش هو سافر اي بلد بالظبط؟ ما اعرفش يابا. سبحان الله، واحده جوزها مسافر مش عارفه سافر اي بلد. ما قالش. ما قالش؟ تقومي انت تساليه. يو يابا، ما انا كل ما اساله يقول لي بصي يا بطه انا مسافر بره وخلاص. جرابت انت عبيطه ولا بتستعبطي؟ واحده جوزها مسافر بره مش عارفه راح اي بلد، قاعد في عينيه لوكاندا، تلفونها كام؟ طيب افرضي لا قدر الله حصلت له مشكله ولا تعب ولا حاجه، ما نبقاش عارفين هو متنيل قاعد فين. صح يا بت، كلام ابوكي صح. ما توعيها فوزيه. يا اخويا وعيتها كتير، بس حبها ليه قلب دماغها. حبها ايه بس؟ وبعدين مش احتمال انه ما يكونش مسافر لشغل. يعني ايه؟ انت بتساليني انا يعني ايه؟ انا اصلا عرفت ان الواد سمير ابن المعلم مطاوع شكرا الله يرحمه سافر معاه. فعلا؟ الله، يمكن يا بنت يا خايبه انتي فعلا ما يكونوش مسافرين لشغل. بقول لكم ايه، ما توجعوش قلبي، يعني هيكون مسافرين ليه؟ بص يا بنتي، انتي عرفي لي بس هو سافر اني بلد وانا اقول لك هو سافر ليه. يا اختي يا اخويا، اسم الله عليك وعلى عقلك يا ابراهيم. يا اخويا ربنا يخليك لينا. يا اختي اسم الله اسم الله. بت يا بطه تعالي عاوزاكي.
حاضر شوف يا عم. امك عايزه ايه؟ عن اذنك يا عم. يلا اختي. خشي خشي يا بنت ارسي. ايه يا بنت انت هتفضلي قاعده كاتمه على نفسنا كده يا بنت؟ قصدك ايه ياما؟ قال يا بنت مش قلت لك اول ما ابوك يجيني تزقي عجلك على بيتك على طول؟ عايزه نمشي ياما. يا بنت يا بنت خلي عندك دم يا بنت، حطي في عينك حصوه ملح. انت عارفه يا بنت انا بتلم على ابوكي كل حين. ومين هو؟ مين اللي طلبني وقال لي اجي؟ مش ابويا هو اللي خلاني اجي هنا؟ خلاص يا اختي وديكي قعدتي معاه بما فيه الكفايه. خلاص بقى سيبيه لامك تقعد معاه شويه. اشمعنى انت يا بنت لازقه لجوزك على طول؟ حقك عليا ياما انا ماشيه. استني هنا يا بنت. عايزه ايه تاني؟ استني يا تنقصي عايزاكي. قولي لي يا بنت البس ثاني واحد فيهم. البس دقي ياما البس دقي هيبقى حلو عليكي قوي. طب يلا يا اختي يلا ورينا عبد التافه. يلا ماشي ياما يلا ماشي. مصيبه. شفتي يا ابراهيم؟ يا حاج كده يا ابراهيم الله يخرب بيتك يا بطه. ازيك يا حاج؟ ازيك يا حاج؟ استغفر الله. اخبارك ايه؟ الحمد لله يا حاج. وبنتك ازاي دلوقتي؟ تمام يا حاج. العيال كويسين؟ بيبصوا ايدك يا حاج. ده ايه ده؟ هو حاج عندي يا حبيبي. يا ريتك ما نزلت. جد يا ست الكل والدنيا مقلوبه عنده هنا في المستشفى. انت يابك يا رب جبت لي حقي. انت يابك يا رب. مين اللي ضرب عليه ظهري ولا؟ محدش عارف. ورده يا ورده انا خايف يتهمونا في ايه؟ ليه يا اخويا؟ هي كل مصيبه هتيجي يحطوا على قفانا ولا ايه؟ ده هم فين واحنا فين؟ ما تقعد يا مرسي ما تقعد يا خس ريح تعالى. لا انا لازم ابقى جنبهم لحد فيهم يفتكر ان انا اللي عملتها. لسه فرق جربات بس خايفة خايفة اقول له ان احنا اللي عملناها. متعرفش حالته يا واد يا مرسي عاملة ازاي؟ اذا كان هيعيش ولا هيموت؟ فين مدني؟ الدكتور بيقول انه في حاله خطر. الراجل ده فداني بنفسه عشان خاطر. عشان خاطر يا حاج بلاش تتكلم. انا عايزك تستريح. الف سلام عليك يا اخويا.
ألف سلامة. ألف بعد الشر عليك يا إبراهيم. طيب ممكن بقى نسيبه يستريح؟ يلا يلا تعالوا احنا نقعد بره. يلا يلا يا ام. يلا يا مرض. يلا يا مرض. يلا يا ام. الحمد لله يا بابا، علاء طيب وابن حلال بيحبني. يا مروه، تفتكري ان انا كنت عايز احرمك من الراجل اللي انت بتحبيه واخترتيه عشان تتجوزيه؟ لا يا بنتي، انا بس صراحة صعب عليا ان انت صممتي تتجوزي غصب عني، غصب عن ابوكي اللي ما بيحبش في الدنيا قدك. انا عمري ما عملت حساب للفلوس وللفقر وللغنى. البني ادم عندي اهم من كل دول. وانا ما حبيتش علاء غير لما اتاكدت انه انسان عنده كرامة وانه فعلا بيحبني ومش طمعان في ثروتنا. تعرف يا بابا، من ساعه ما اتجوزنا ما بصش لقرش معايا، بالعكس دايما بيخليني مش محتاجه اي حاجه. طب الحمد لله. طب ده يا بنتي يبقى فعلا انسان كويس، بس يا ترى هو بيقول عليا ايه دلوقتي؟ أكيد الرجل ده جواه بيكرهني أوي. لا يا بابا، علاء ما يعرفش يكره. وبالنسبة يعني لموقفك منه، هو ما زعلش وقال لي كل إنسان ليه ظروفه وحساباته، وأكيد هو عمل كده لأنه بيحبك وخايف عليكي تتمرمطي. وأنا لو كنت في مكانه وعندي بنت زيه كنت أكيد هتصرف زيه بالظبط. طب الحمد لله، ده يبقى بني آدم كويس قوي. وأكيد الرجل ده مخه كبير قوي. ما تتصورش يا بابا لما عرف باللي حصل زعل عليك قد إيه. حتى أنا سألته أنت إزاي زعلان عليه كده، قال لي كفاية إنه والدك، يعني زي والدي تمام. تصدق يا بابا، الناس اللي زي دي قلبهم كبير، حبهم بدون أي مقابل، لأنهم عندهم كرامة وكبرياء. مفيش حاجة تشقلب شغلنا وتبوظ حياتنا إلا المدعوق اللي اسمه الحب ده. مالك يا حبيبي؟ تعبان، تعبان يا بنتي. طب يا حبيبي أسيبك تستريح. استريح منين؟ هاتيك الراحة بس. روح انت بقى يا علاء، انت تعبان طول النهار ووراك شغل. وانت هتعمل ايه؟ انا هقعد جنب بابا. ماشي حبيبتي، انت عارفة انا بنام والتليفون جنبي، كلميني اي وقت. مع السلامة يا حبيبي. الله يسلمك. علاء ما تنساش يا حبيبي تتعشى، الاكل في التلاجة. وانت مش هتاكلي؟ ماليش نفس. طب بقول لك ايه، هنزل اجيب لك حاجه كده سريعه تاكليها لما اجوع. لا وحياتي اوعى ترجع تاني. يلا مع السلامه. انت لا اله الا الله محمد رسول الله. بقول لك ايه يا ماما، احنا هنمشي بقى عشان ما نصحوش. ها اكلك الصبح. يلا يا حاج. يلا يا حاج انت كمان. يلا قوموا روحوا وتعالوا الصبح عشان تطمنوا عليه. يلا. وما قلتش الكلام ده لامك ليه؟ بقول لكم ايه، احنا كلنا هنمشي من هنا، واللي هيفضل مع الحاج امي ومروه. تعالى يا سي فتحي، عايز اقول لك كلمتين. كرم ايه؟
اشمعنى امك واختك اللي يستنوا؟ هاي اللي يستنوا، هو احنا مش برضو نبقى مراتات الحاج ولا مش مراتات الحاج؟ يا نازك يا نازك يا اختي، فتحي خايف عليك وعلى تعبكوا، تعرفي تقولي لي هتناموا فين؟ ان شاء الله نفرش على الارض وننام. ونفرش على الارض ليه؟ ما الكنبه اللي ورانا تسيح. اه تسيح. اقول لكم ايه، انا مش جايب الكلام ده من عندي، الكلام ده قاله الحاج قبل ما ينام. ايوه يا اخويا، ارسمهم علينا بقى انت وامك. وبعدين معاك يا فوزية، انت وهي نازلين لوك 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 لوك. اقول لك ايه يا ولا، سيبهم خليهم براحتهم، خد انت مراتك واخواتك من بره وروح يا حبيبي عشان تستريح شويه، انت واقف على قدمك من سبحة ربنا. ايوه يا اختي، اعملي علينا ريسه وحملينا جمايل. والله ما هرد عليكم، مش وقت الكلام ده، الراجل نايم تعبان. بقول لك ايه يا سيفتي، انا عايزك تسمع كلام امك وتاخد مراتك وتتكل على الله تروح، ايه وما تتحشرش بينا وبين امك. انا قلبي عليكم، قلبي عليكم، لا تتعبوا من نومه الكنب. لا يا اخويا مش هنتعب، وبعدين مين اللي هيجيله نوم بعد اللي حصل ده؟ هو اللي حصل ده شويه، الراجل نازل من عندي مبسوط اخر انبساط، فغمضت عين كده لاقيه نايم على ظهره. ما انت يا اختي اللي عماله تحشي وتاكلي تحشي وتاكلي، كان ايه اللي جابه عندك اليوم ده؟ جرايا نازك، احنا هنبدا الغيره بقى. غير عليا فوزيه، ايش حالي ما كانش الراجل نازل من عندك على ظهره؟ اه على ظهره. بس بس اللي انتوا بتعملوه ده، الراجل نايم تعبان. يلا 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 اطلعوا كملوا كلامكم بره، يلا ان شاء الله تولعوا في بعض. يلا 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 يا حاج، الراجل تعبان. يلا يلا سلام عليك يا سي فتحي وعلى يلا انت طالع لامك. يلا سلام يامه. سلام على فكره يا فتحي، عيلتك دي شلق قوي، خصوصا الست اللي اسمها فوزيه دي فظيعه. نعم يا بنت، انت اتجننتي ولا ايه؟ غوري غوري، بدل ما اتخانق معاكي في المستشفى. بعدين لو هنتكلم على عائلات، يعني هو المبجل ابوكي ما جاش ليه؟ انت عارف طبعا ان بابا مش فاضي. مش فاضي؟ ايه اللي وراه؟ ابوكي مش هيبقى فاضي انه يجي يزور ابويا في المستشفى، ده المفروض يبقى اول واحد مرزوعه هنا، ولا خلاص نسى ابويا مين؟ لا طبعا ما نسيش، بس بابا وراه مسؤوليات كبيره، مش فاضي ان يجي مستشفيات وكلام فارغ. مسؤوليات؟ انا كل اللي اعرفه عن عيلتكم دي انها ما بيهمهاش غير مصلحتها، فلوس وبس. احنا هنبتدي ننبخ بقى ولا ايه؟ ايه الاخبار؟ طمني بسرعه، اتصلت ولا لا؟ مفيش حد رد، يظهر كده ان مراتي راحت عند امها. معاكش نمرة امها؟ لا مش معايا. ازاي بس؟ امال هتعرف ازاي دلوقتي؟ ممكن تسيبوني بس مع الحاج شويه؟ جرايا يا فتحي يا انت ليه مش طايقنا نقعد مع ابوك؟ عايز اتكلم معاه في الشغل، في الشغل. طب ما تتكلم يا ابني، هو احنا كنا اغراب؟ ها كنا اغراب؟ معلش يا ابلتي، يمكن سر هو مش عايزيننا نعرفه. قومي يا ميسه، قومي يا مرة بالاذن. يلا قومي يا فوزية. بقول لك ايه، ما تتكلمش مع ماما كتير عشان ما تتعبوش. حاضر، خمس دقايق، خمس دقايق بس، خمس دقايق اتفضلي. يلا يلا خمس دقايق. شاف اللي ضربكوا ده من كام يوم وهو داخل بيت سمير مطوع، وكان معاه الواد حفظي. طيب البوليس بلغوا الكلام ده؟ لا. طب اسمعني بقى، انت معاك نمرة مسيو فردة؟ ايوه. طيب انا عايزك تتصل بيه واعرف لي منه اذا كان سمير وحفظي عنده ولا لا. سمير وحفظي؟ هما مالهم ومال ميسيو فيردا؟ هما هيروحوا له ليه؟ ما هو بياخدوا بضاعتهم مننا هنا. ايوه، بس انا في حاجه في دماغي كده، عايز اتاكد اذا كانت صح ولا لا. ايوه يا حاج، بس الواد حفظي ده بقى وما تنايتنيش، انا تعبان. كلم ميسيو فيردا واعرف لي اذا كان سمير وحفظي عنده ولا لا. اللي عايز يدخل يتفضل.
واوعى حد يجيب سيره للحاج المدني مات. وانت رايح فين؟ ايه اللي رايح فين؟ راح اشوف شغلي. وهترجع امتى؟ يا ستي هرجع وقت ما ارجع. انت مالك انت؟ مش هتيجي تاخدني؟ ربنا موجود. سامعي طنط؟ معلش يا حبيبتي، يا بنت بيهزر معاكي بينخشك، ما تاخديش كل حاجه على قلبك كده. اعذريه يا ميسه، يمكن زعلانه عشان بابا. اه زعلانه عشان بابا. تعالي يا حبيبتي تعالي روقي. وبعدين هنفضل قاعدين هنا كتير؟ خلاص هنعمل ايه؟ ننزل مصر واللي يحصل يحصل بقى. ننزل مصر ايه يا ابني؟ وبعدين مش لما نتاكد الاول ان الدكرور يخلص؟ ما هو مفيش حد هنا نتصل بيه. بقول لك ايه، احنا نقعد لنا يومين هنا كده وبعد كده ننزل مصر، واحنا بقى وحظنا. انت مش بتقول مالي ايدك من اللي اسمه الدكروري بتاعك ده؟ معلش برضه يا سمره، يعني ما هو مفيش حاجه برضه مضمون. تعال تامل. تعال، عارف انا بقول مين ورا الحكايه دي يا ابراهيم؟ برعي. برعي، ايه الكلام الفارغ اللي بتقوليه ده يا فوزيه؟ ها يا فوزيه يا اختي، ما هو هيعرف ايه اللي بيدور في البطليه؟ بيقول ان ابراهيم وابنه فتحي هم اللي ورا حكايه برعي. ده كلام برضو يا فوزيه، اللي بيتكلم مجنون يا اختي، واللي بيستمع عاقل. الحاج ابراهيم العقاد اكبر من ان هو يعمل حاجه صغيره زي دي. يو، وبعدين بابا هيعمل حاجه زي كده ليه؟ هو وفتحي اخويا. فوزيه، عشان خاطري بلاش كلام في الموضوع ده، مش عايز اسمع كلام خالص. انا مش ناقصك. ماما عديلي بابا عشان نشربه العصير. عيني يا حبيبي. تعالي يا حبيبي. لا مش عايز عصير ايه بس. طب وحياتي يا عم، عشان خاطري. طب خد بقه واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي العصير حلو قوي من ايديهم، انما من ايدينا سم نائع. هل عرقي اللي قال بعيد عن العين بعيد عن القلب؟ سم ده ايه يا فوزيه؟ ده احنا عسل. ها والله يا عسل. الو الو. فتحي يا بابا عايز حضرتك. الو. ايوه فتحي، كلمته. ايوه يا حاج، كلمته وبيسلم عليك. لا ما راحوش هناك. هو هيعرف هما راحوا لمين بالظبط. لا 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 لا، انا ما جبتلوش اي سيره عن اللي حصل. حاضر يا حاج، انا عندي هنا بس كام طلبية خشب هخلصهم واجيلك. لا انا اللي هتصل بمسيو فيردا بكرة زي دلوقت. القهوة ايه؟ الله يكرمك. امال فين سالم؟ راح يوزع بضاعة. بقولك ايه؟ انا شايفة ان الزيارة الجاية لازم اروح لبرعي. بس اضمن منين بقى؟ ما لقيش هناك لا عياله ولا مراته. ما هو انت برضه كان المفروض تعملي الحكايه دي من زمان. عيب كده انك انت تخلب الراجل. الراجل ما عملش معانا غير كل خير يا ورده. انا اصلي خايفه يا هريدي، احسن بعدين يفتكر ان انا ورا اللي حصل له ده. انت ما سمعتش كلام مرسي ولا ايه؟ ما هو عدم زيارتك ليه هيخليه يصدق. انت قابليه وفهمي. تفتكر كده؟ ها عرفت حاجه؟ كلامك طلع مظبوط يا حاج. فيردي لقاهم هناك عند واحد اسمه وصوف. يا دين النبي، وصوف؟ ايه يا حاج انت تعرفه؟ ما هو ده من العالم الزفت بتوع البودرة. عشان كده بقى هم حاولوا يقتلوني. ايه؟ يقتلوك؟ هم اللي حاولوا يقتلوك؟ اكيد. ما هم عارفين ان انا مانع جنس بني ادم يتاجر في البودره دي جوه البطليه. ما كنت تسيبهم يا حاج؟ ما كنت تسيبهم يتاجروا في البودره؟ لا يا ابني لا، الا البودره، الا النصيبه اللي اسمها البودره دي تغور بعيد عننا. لا يمكن اسمح لحد يتاجر في البودره دي في البطليه ابدا. في ناس كتير قوي يا حاج بيتاجروا في الهبابه دي. يتاجروا زي ما هم عايزين، يتنيلوا. دول مش بتوعنا.
انما احنا مش عايزين مصايب تيجي من ناحيتنا ابدا. هو في مصايب اكتر من كده يا حاج؟ العالم دي ازاي تعمل كده؟ ازاي يحاولوا يقتلوك؟ سيبك من ده دلوقتي، المهم انا عايزك تروح تضرب تليفون للشوفير ده، قول له ابويا معلم الكبير بيقول لك خلصهم اللي عندك وهو هيفهم انا عايز ايه. فاهم ايه بس يا برع بقى؟ انا برضه بلغ عنك المكتب. طب قول لي هستفيد ايه لما اسجنك؟ طب لعلمك بقى من بعدك لا بقيت عارفه اجيب بضاعه ولا بقيت عارفه اروح ولادي. لعلمك بقى المهموس ده جاي لك من قرايبك. طب ليه يا هارتا تسيبين المده دي كلها؟ ليه ما فكرتيش تزورينا النهارده؟ انت ما تعرفيش بعادك عمل فيا ايه يا هارتا. ما انت عارف يا برع يا حبيبي، خفت اجي ازورك بقى الاقي مراتك هنا. بعدين تعرف المستخبي، تعرف يا اخويا ان احنا متجوزين. عرفت ازاي؟ ابوها قال لها. يعني العقاد عارف ان انا وانت متجوزين؟ ايوه يا ورده. شفت بقى؟ شفت كلامي صح اهو؟ يبقى المهموس ده جاي من ناحيته. ايه اللي جايب العقربه دي كده؟ ازيك يا ست حميده؟ بقول لك ايه يا بنت بشندي؟ قومي يا اختي وريني عبد السافك بدل ما اخلي اللي يشتري يتفرج عليك. عيب يا حميده، ورده جايه تعمل واجب. بقى مرت ايه يا دلعات جايه تعمل واجب؟ مش هي دي برضه اللي دخلتك السجن؟ نعم يا اختي، انا يا حبيبتي ما دخلتش حد السجن. قول لها يا سيبورة، قول لها مين اللي عمل فيك يا اخويا العامله السودا دي؟ انت لسه بتتكلمي يا بنت كلام انت؟ بقعي قول لها الغور من هنا لحسن العفايت من طلعتها تفوش. ما تهدي يا حميده بدل ما يحبسوك كنت بجوز دلوقتي. اهدي كده وبلاقي عليك عشان تعرفي الحقيقه. مش عايزه اعرف حقيقه، انا عايزه اعرف هي ايه اللي جايبها هنا؟ جايه هنا بصفتها ايه؟ جايه بصفتي ايه؟ زيك يا عينيا. مراته يا عربة لسه ما كانش اللي بقي. وانا رايح نفسك، انا الحمد لله بقيت كويس وممكن اكل نفسي لوحدي. يا حبيبي كل وانت ساكت وانا عشان خاطري. بقول لك ايه، ما الاحسن صلي على النبي كده وترجعي جوزك ولبيتك. انت بقالك انت وامك 3 ايام رسمني ما روحتوش. اه وهي بطه تقعد بدلها، ما هي جوزها مسافر. يا بطه، وجوزك ما قالكيش هيرجع امتى؟ ما قاليش يابا. هو ده بيقول حاجه لحد؟ انا ما اعرفش البنت دي طالعه خايبه لمين. ما تعرفيش هو مسافر فين؟ ما اعرفش. لا يا اختي لا، انا سعاد بنتي لما جوزها بيروح كده ولا كده لازم يقول لها. لازم يقول لها. هو ده راجل دخيخه. ايه يا حاج، انت لا عاجبك الخيخه ولا عاجبك اللي مسافر؟ انا مش شايف حاجه حواليا عجباني ابدا. بس انا بقى شايفه مفيش حاجه عاجباك غير مروه يا ابراهيم. مروه هتندهشوا، مروة دي وحشاني. يلا يا سمرة، لأن العربية مستنيانا برا من بدري. طب مش هما ندفع حساب الفندق الأول؟ يا عم ما تقلقش، مسيو وصوف دفع حساب الفندق كله. بصراحة مسيو وصوف ده عمل الواجب وزيادة قوي يعني. بقول لك إيه؟ تعال معايا، تعال. يلا. كويس نجري دلوقتي. ايه الاخبار؟ انا كلمت فردي النهارده الصبح، قال لي بالكتير على اخر النهار هيبقى فيه اخبار كويسه. المهم سيبك من الكلام ده يا حاج بقى، قول لي الدكتور شافك؟ الدكتور كان عندي هنا قبل انت ما تيجي بشويه. ايوه يعني انت بقيت كويس؟ انا شايف انك بسم الله ما شاء الله بقيت زي الفل يا حاج. نحمد الله ونشكر فضله.
انا كويس قوي، ده حتى الدكتور قال لي ان انا ممكن اخرج، بس بيني وبينك انا مش حابب اخرج دلوقتي. فهمت حق. انت كده ريحتني، انا عمري ما فكرت غلط. ليه؟ انت كنت حاسس بكده؟ طبعا، امال انا قلت لك تراقبه ليه؟ لو انت فاكر ان انا صدقت لما قلت لي انه اعرف واحده تانية، ما يعرف، هي دي جديده، ما كل رجاله البطليه كده. لكن المستخبي، المستخبي هو النصيبه، وانا على طول مخي ما بيجيبش ميه. البت حميده ما تستاهلش كده، دي حميده بنتك، دي نسمه الندله قليل الاصل. وبعدين بقى يعني يتجرأ ويروح يتجوز البت الجربانه دي؟ لا، وقال ايه؟ يتجوز اللي كان متجوزها اخو مراته. ما دي اللي اسمها النداله على اصلها. كل ده مش مهم، كل ده كلام فارغ ما يهمنيش. المهم انه عمل غلطتين لا يمكن اسامحه في واحده فيهم. الاولانيه انه راح اتجوز واحده اي كلام، واتجوزها على بنت العقاد. التانيه بقى هي دي اللي هتخليني الف الحبل حوالين رقبته، انه كان متجوز اللي انا كنت متجوزها، مش كده؟ طز فيك وفي اللي كنت متجوزها. لا لا لا، دي مساله مش مهمه. انا قبل كده قلت لك يا ابني انك ما تحكمش قلبك في اي موضوع، حكم عقلك، هو ده المهم، وهو ده اللي انا بفكر فيه دلوقتي. طب يا حاج، الاولانيه وعرفناها، الغلطه التانيه ايه؟ ما تريحنا. انا سبق قلت لك يا ان رجاله كوم السمنه لا يمكن يعصوا لي امر، مش كده؟ ايوه حصل، انت قلت لي الكلام ده. يوم يجي برعي، برعي اللي انا بعتبره دراع اليمين، واللي اتجوزته بنتي وكبرته وعليته لدرجه ان اكبر تجار الصنف بيعملوا الف حساب، يجي برعي ده ويستغفلني؟ يستغفل الحاج ابراهيم العقاد؟ بشر يا اخويا، ده لا عاش ولا كان اللي يستغفلك، ده انت سدهم وتجرسهم. لكن اهو حصل الزفت، برعي عملها، ودي حاجه انا لا يمكن افوتها، حتى لو كان على رقبتي، وانا مسؤول على الكلمه، حتى لو كان على رقبتي. الو، صباح الخير يابا. لا لسه صاحي. ايوه يابا، راجع وش الفجر. لا لسه مفطرش، اجي بجهز له الفطار. كلمي مين يا حميده؟ ده ابويا بيسال عليك عشان اتاخرت. بس ما نامش طول الليل، كان عنده شغل، هيفطر ويجيله على طول. ايوه يابا، هيفطر وينزل على طول. يا ترى ايه الاخبار يا ابو العين؟ البضاعه مكفيه؟ لازمنا سفريه. وين؟ خد فتح وسافر. بس انت بالك وانت ما قلتليش يا اخبار البنت وارده واخواتها؟ زي ما هي. زي ما هي ازاي يعني؟ مش لاقي بضاعه تشتغل فيها. مش لاقي بضاعه يعني؟ تجار كوم السن نفذوا الاوامر. 100 فل و10 يا حاج. سبحان الله، يعني سامع انهم شغالين في الدرة وان عشتهم بقت معدن. انا ما وصليش حاجه زي كده خالص يا حاج. بس انا وصلنا يا برعي، وتاكدت. من مين يا حاج؟ برعي، انت عارفني، انا ما احبش حد يسالني ابدا. يمكن بتتعامل مع حد تاني بره كوم السمن خالص يا حاج. ربنا ينور مخك، هو ده بقى اللي انا عايز اعرفه. عايزك تقب وتغطس تجيب لي اسم التاجر اللي خرج عن طوعي. لازم نكلم في الشغل شويه. ايه اللي حصل؟ العقاد عارف انكم شغالين. هو ماله مالنا؟ عايز يوقف حالنا وخلاص ولا ايه؟ الحكايه مش حكايه شغل. امال حكايه ايه يا برعي؟ الحكايه والعقاد عارف ان انا ورا الموضوع ده، نهايتي هتبقى على ايدي يا ورده. طب المطلوب ايه بقى؟ انا مش هقدر اورد لك بضاعه من دول، اتصرفي من اي حد تاني. انا مش فاهم انت خايف منه قوي كده ليه؟ العقاد اخر واحد يشك فيه هو انت. العقاد يشك في ابوه؟ في الشغل ما عندوش امر. حاميني يا برعي،
ده انت بتخاف منه قوي. امال انا مش زيك ليه؟ ما بخافش منه يعني. انت يا وردة كمان لازم تخافي، لازم تخافي من العقاد. على رأي المثل من خاب سلم. اخس عليك يا براي، بينك انت ما بقتش تحبني زي الاول. لا يا وردة ما تقوليش كلام ده، انا بحبك انت في قلبي، انت روحي، بس يا روح ما بعدك روح. تعالى يا حمدي، انا هكلفك بمهمة في منتهى السرية. انت تعرف برع السيد عفيفي؟ برع السيد عفيفي؟ لا يا فندم معرفوش. لا انت اكيد شفته لما رحت المغلى بتاع الحاج ابراهيم العقاد. وايه علاقته بالحاج ابراهيم يا فندم؟ ده يبقى جوز بنته. القصد احنا جات لنا اخبارية ان برعي ده بيمارس تجارة المخدرات وانه بيستخدم سيارته الخاصة في توزيعها. معقول يا فندم؟ ده على كده يبقى عديل النقيب علاء. للأسف، عشان كده انا مش عاوزك تجيب سيرة العلاء بالعملية دي خالص الا لما نتأكد اذا كانت الاخبارية دي حقيقي ولا كسب. والعملية دي فيها مرشد يا فندم؟ فيها، هو اللي هيحدد لنا خط سير برعي ومعاده، وهيقول لنا عن مكان المخدرات فين في العربية. والحاج ابراهيم العقاد ليه علاقة بالموضوع ده؟ لا، هو المرشد ما جابش سيرته خالص، كلامه كله منصب على برعي. يظهر ان برعي ده مستغل قرابته للحاج ابراهيم العقاد وسمعته الطيبة وبيشتغل من وراه. هو ليه ملف عندنا يا فندم؟ ابدا يا اخي، ده حتى عمره ما اتهم في اي جريمة. والمرشد ده تحت ايدينا يا فندم؟ لا، هو بيتصل بينا عن طريق التليفون ولغاية دلوقتي مصمم ما يفسحش عن شخصيته. طب ما يمكن في بينه وبين برعي ده مشاكل او اي ضغينة. مش مهم، انا هنعمل اللازم وهنتصرف التصرفات الصحيحة. علشان كده انا عاوزك تبدأ تحرياتك من النهاردة، وانا من ناحيتي منتظر مكالمة من المرشد ده، بناء عليها هجيب لك اذن من النيابة. المهم زي ما قلت لك، انا مش عاوز علاء يشم خبر عن العمليات دي، انا عاوزها تتم في منتهى السرية. خليك معي. انا عايزك في تحريات. عن مين؟ بعدين بقول لك. على بعدين وفي مساء الخير يا رئيس برعي. مساء الفل يا باشا. معلش بقى هنعطلك شويه، ممكن تنزل من العربيه؟ خير ان شاء الله. لا اطمن خالص، شويه اجراءات كده، 5 دقايق وتروح لحالك على طول، تسمح؟ اوي. ايه بس الموضوع بالظبط؟ مش فاهم. زي ما قالك مجرد اجراءات. ممكن بقى تفتح لنا شنطه العربيه؟ عينا باشا، اتفضل. الله 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 الله، يا سلام، ده حشيش يا ريس برعي. ده ايه الحلاوه دي؟ كنت رايح بيه لمين ده يا ريس برعي؟ باش انا ما اعرفش حاجه عن الحاجات دي خالص. انت هتستعبط فيها يا برعي ولا ايه؟ اشحنني، احنا مطلعينه من شنطه العربيه عندك. بالله العظيم ثلاثة ما اعرف مين حضرت حاجه. اتفضل معاك. انا ما اعرفش كلام ده. تقول في التحيات حاجه في الموضوع ده. الكلام ده انت بتقوله في المكتب بقى. مش حاجه باشا، ثلاثة بالله العظيم. اركب اركب اركب. يا ساتر يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. ده مين يا اختي اللي عمال يرن في التليفون كده في الوقت ده؟ يا حاج، حاج ابراهيم. يا حاج، تليفون يا اخويا عمال يرن من الصبح بقاله كتير قوي. التليفون بيرن. يا ايه ده؟ طب متشوفي مين؟ حاضر. طب استنى استنى، انا صغير بقى. خليك وانا اروح. يا رحمن الرحيم، يا غفار، يا وهاب يا كريم، اللهم اغفر لذنوبنا رب العالمين. Thank you.
حميدة؟ ايه يا بنتي؟ ايه دي؟ ايه في ايه؟ برعي ايه وسفت ايه بس دلوقتي؟ ده وقته؟ انا افتكرت حد مات ولا في حريقة ولا حاجة. طيب وانا هعمل لك ايه دلوقتي؟ زمانه جاي؟ ما هو انا لو اعرف مكانه هروح اجيبهولك من قفاه دلوقتي. ده زودها قوي يابا، ده عمره ما اتاخر كده. لو تعرف حاجه قولي. تلاقيه راكن في اي خرزه ولا نينه. مرات ايه بس دلوقتي؟ اما انصاره عره يا في مره تعبره. طيب خلاص خلاص، ايه اللي انت عايزاه اعمله؟ حاضر، لو عايزه تطلقي هخليه غصب عن اهله يطلقك بكره. لا خلاص وانا عندي غيرك. لا خلاص، يلا روح انت نام، يلا صباح الخير. عليها منين ولا منين بس؟ خير يا حاج، في ايه؟ زفت حميده وزفت برعي ده ما جاش لغايه دلوقتي، قال ايه قلقان لا يكون عنده واحده تانية. لا اله الا الله، انا عارف برعي وخبت ايه. بيني وما بينك يا حاج، برعي ده مزودها حبتين اليومين دول. سيبيه بس، سيبيه يعمل اللي يعمله. انا مدبر له حكايه، لو عملتها فيه هخليه يندم بقيه العمر. تهدي بقى، هتسيب برعي يروح في داهيه يابا؟ لا راح في داهيه ولا حصل له حاجه يا حميده. ازاي يا فتحي؟ ازاي وهم ماسكينه مع الحشيش؟ هو مش كان شغال معاك؟ اشمعنى هو اتمسك وانت لا؟ دي اخرتها يابا، هي دي اخرتها. كان يوم اسود يوم ابويا مسكك دولاب الشغل. عيب يا حميده الكلام اللي بتقوليه ده قدام ابوكي ولاخوكي فتحي كمان. طبعا، ما هو المحروس ابنك اللي قاعد مكان ابويا، اللي ابويا عمل له جهو جهجهون وفي الاخر يودي جوزي انا في داهيه. يا بنتي حرام عليكي، احنا مش معقول هنسيبه. ليه؟ وانتوا كمان كنتوا عايزين تسيبوه؟ ده اللي يدور يلاقي المعلم الجديد هو اللي ورا الملعوب ده. خلاص قدمت جوزي خروف يا فتحي، بس على فكره انا مش هاسكت، هضربها على دماغك وعلى دماغ اللي خلفوه. اخرصي بطويل لسانك، انا مش هسمح بقله الادب دي ابدا. قول لها، قول لها يا حاج حقيقه جوزها، قول لها، قول لها بدل ما هي قاعده بتقل ادبها علينا كده. ما تقول لها انت يا فتحي عشان تهبط وتستريح شويه من قله الادب دي. ما تقول، ما تقول يا سي فتحي يا معلم يا كبير، قول. جوزك اتقفش وهو بيوصل بضاعه الورده واخواتها. لو النبي لبسه تهمة وأكلني الأوانطة. لعلمك أنا عارفة كل حاجة. عارفة يا حميدة؟ عارفة أن أبويا مدي أوامر لكل تجار كوم السمن محدش يديها بضاعة. اشمعنى برع اللي هيخالف أوامر أبويا ويديها بضاعة؟ إيه؟ عاشقها؟ لا، متجوزها. اخرس اخرس انت يا قليلة الادب، انت ايه يا بنت؟ انت مش قادرة لحد الايه؟ حاجة بس اللي شمشي في دمه ودماغه. انتوا كلكم عليا ولا ايه؟ الحالي يابا، شوف ابنك بيقول ايه؟ بيقول ان برعي متجوز عليا، متجوز عليا بنت بشندي بنت غفير. ليه؟ هو خد مكانك ولا ايه يا حلت امك؟ يا فتحي ياما خلينا اقعد ماشي فيه. ياما استنى ياما بت، انا مش راضي ارد عليكي عشان مقدر الحاله اللي انت فيها. ما تقولها يا حاج، ما تقولها حقيقه جوزها يا حاج، قولها حقيقته. خلاص يا ابني خلاص يا بنتي، للأسف اللي بيقوله أخوكي على جوزك ده صح 100%. إيه يابا؟ في إيه؟ مالك؟ كل كلمة بتطلع من بقه بتصدقها ليه؟ لعلمك ده هو بيقول كده عشان بيغير مني، بيغير من برعي عشان برعي هو اللي فاهم الشغل. ما تخرسي بقى، الله، ده أخوكي لا يمكن يقول الكلام ده ولا يمكن يقصد يضر استاذنا برعي ابدا. انا مش فاهم انت ليه مش راضيه تصدقي ان برعي اتجوز ورده.
انت يا بنت مش كنت بتيجي تشتكي ان برعي كل ليله بيسهر وبيقول انه بيسهر معايا وانا كدبته؟ ايه قولك بقى ان كان كل ليله فعلا بيسهر بس عندها، وامبارح اتقفش ببضاعه كان راح يوديها لها من ورانا وما كانش يعرف ان البوليس مراقبه. برعي ما يستجريش يتجوز عليا. هيتجوز عليا ليه؟ برعي يتجوز عليا انا يابا؟ دول ايدينه صوابع العشره شاب. يتجوز عليا ليه يابا؟ يا بنتي احنا مش في جواز برعي دلوقتي، الاهم نفكر ازاي نطلعه من النصيبه اللي هو فيها دي. ايه دي يا حميده؟ على راي ابوك يا حبيبتي، انت سايبه الحمار وماسكه في البردعه. الحج باذن الله هيقوم له اكبر محامي، صح يا حاج؟ محامي ايه؟ ده انا هوقف له دسته محامين. ده انا اغلى بني ادم عندي هو برعي. اسفين يا خال ان احنا ما قلنالكش على عمليه قريبك ده، انت عارف كان في تعليمات بكده. تعليمات ليه؟ يعني عشان الموقف كان محرج بالنسبه لك. كانوا خايفين ابلغه لياخد باله مثلا؟ والله ده لو اخويا وثبت لي انه بيتاجر في المخدرات كنت هقبض عليه بنفسه وانا ضميري مرتاح. يا خال يا خال، يمكن سعد بيه ما كانش عايز يسبب لك اي حرج مع اهل مراتك، وخصوصا لو كنت انت اللي قبضت على اسمه برعي ده كانوا اكيد هيزعلوا منك. ليه يزعل هو حر؟ انا يوم ما خدت بنتهم كانوا عارفين ان انا ضابط في مكافحه المخدرات، واول مره اخش بيتهم كنت داخل افتشه وكان معايا سعد بيه. لكن انت عمرك ما شكيت في برعي ده؟ اشك فيه ازاي وانا عمري ما اتعاملت معاه؟ غريبه قوي يا خال، ازاي الحاج ما شكش فيه الفتره دي كلها؟ ازاي ده يحصل؟ المخ هيشد. ازاي برعي يقع وبالسهوله دي؟ الا ده كان حد كان مرتب له، ده اللي ما في حد لحق يبلغنا من المكتب. ما هو ده الشغل على مستوى عالي قوي يا حاج، وبصراحه بقى هو يستاهله. انا طبعا كنت ناوي ادبه بس مش بالشكل ده. معقول يتقفش بفردتين حشيش؟ ما هو ما كانش في طريقه غير كده يا حاج بصراحه. يعني ايه؟ انا اول ما عرفت انه خاننا ولعب بينا انا اللي وضبت كل ده عشان نخلص منه. ليه؟ انت عايز تقول ان انت اللي عملت كده؟ ايوه. ايه رايك؟ رايي ايه؟ وليه ما قلتليش انا اصلا؟ ما انا كنت ناوي اقدبه بمعرفتي. ايه غلط؟ غلط. انت لسه بتسال؟ غلط وستين غلط يا ابني. يا ابني كده انت اذيتنا كلنا. ليه يعني؟ هو ما يستاهلش. وافرض يستاهل، افرض تقوم تجيب البوليس لحد عندنا؟ البوليس نفذ اللي انا رتبته وراح لحاله. راح لحاله ده ايه؟ بالعكس، البوليس دلوقتي حط عينيه علينا. لا 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 لا، احنا ملناش اي دعوه. ملناش دعوه ازاي؟ هو برعي ده يبقى مين؟ مش جوز بنتي ودراعي اليمين؟ وفي نفس الوقت يبقى جوز اختك ودراعك اليمين؟ انت عارف ده معناه ايه يا فندي يا متعلم؟ معناه ايه يعني؟ معناه ان البوليس هيحط عنده دلوقتي ان احنا ممكن نكون تجار مخدرات. وشوف وضع جوز اختك بقى وسط زمايله اما يعرف ان عديله طلع تاجر حشيش. يا ابني انت قلبت الترابيزه علينا كلنا بالشكل ده. انا مش فاهم انت خايف كده ليه يا حاج؟ يا حاج احنا سمعتنا نظيفه. وكان لزومه ايه تعمل ده؟ طب تعالى شورني قولي. الله، انت فاكر يعني ان البوليس دلوقتي هيسكت؟ يا ابني كان في مليون طريقه نقدم بيها النيله برعي ده. ما تخافش ما تخافش يا حاج. ما تخافش ده ايه؟ انت فاهم حاجه؟ ما خلاص الفاس وقعت في الراس. لا اله الا الله. اسمع يا ابني، احنا لازم نوقف الشغل كام شهر كده. انا مش عايز كيلو واحد يطلع من عندنا في الفتره اللي جايه دي. وطلبات التجار يستنوا علينا شويه لغايه ما نشتغل. دول دافعين مقدم. اللي مش عاجبه رجع له فلوسه. الله، امال انا ضحيت ليه واتجوزت البت دي بنت عم منعم بيها ابو شنب؟ مش عشان يبعدهم عننا؟ تبعدهم عننا؟ ما انت اتنيلت على عينك ورجعتهم قدامنا تاني. لا اله الا الله. يا ابن احمد افهم، انت لسه قدامك كتير قوي
على ما تفهم شغلنا ده وتتودك فيه. يلا يا علاء الاكل جاهز. عامله لنا ايه النهارده؟ ما انت عارف ما بعملكش الاكل غير اللي انت بتحبه. يعني انت ما بتحبوش؟ بقول لك ايه، حد طلبك النهارده من بيت والدك؟ اشمعنى؟ انت عمرك ما سالتني يعني ايه المناسبه؟ وانت ما عرفتيش اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ هو بابا تعبان ولا حاجه؟ لا لا لا، بس اتقبض على جوز اختك. انهي اخت فيهم؟ ما اعرفهمش، بس اللي اتقبض عليه اسمه برعي. برعي؟ واتقبض عليه ليه؟ مسكبه مخدرات. مخدرات؟ قصدك يعني انه بيتعاطى مخدرات؟ بيتعاطى ايه؟ بيتاجر فيها. برعي مش معقول، ده طول عمره بيشتغل مع بابا. يعني اكيد بيعمل الموضوع ده من ورا والدك. والتهمه ثابته عليه؟ الموضوع لسه في اوله. والموضوع ده حصل من امتى؟ امبارح بالليل. انا خايفه لا يجيبوا سيره بابا في الموضوع. التحريات اثبتت ان والدك ملوش علاقه بالموضوع ده خالص، حتى لما مسكوا المخدرات مسكوها في عربيه برع الخاصه، يعني بعيد عن المغلب. ايه مدام مروه؟ فين بابا؟ صدق عليا. فين بابا؟ فين ماما؟ الحاج مش هنا. حبيبتي مروه. ماما ايه اللي حصل ده يا ماما؟ صحيح بوري بيتاجر في المخدرات من ورا بابا؟ مخدرات ايه بس 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 ايه؟ تعالي خش اعملي لنا شاي يا زنوبه. صحيح يا ماما الكلام ده؟ بس بقى كلام ايه اللي انت بتقوليه ده؟ خشي. بس اهدي وعودي. ايه بقى يا ماما الحكايه؟ ايه بقى يا بنتي حكايه المخدرات دي؟ من امتى برعي بيتاجر في المخدرات؟ طول عمر الراجل بيشتغل مع ابوكي وعمرنا ما شفنا عليه حاجه وحشه. انا لما علاء احكي لي ما صدقتش، بس خفت على بابا. هو علاء اللي قالك؟ ما تخافيش على ابوكي يا حبيبتي، ما حدش يقدر يجيب سيره ابوكي ولا يقول تلت التلاته كام. كل الحكايه ان الواد المنيل برعي راح اتجوز البت ورده من ورا حميده. برعي اتجوز ورده؟ ايوه يا حبيبتي، ما هي ما قدرتش توقع اخوكي فتحي وتلبسه قضيه مخدرات. ووردة مالها ومال المخدرات؟ هو انت ما تعرفيش؟ ما هي وردة دلوقتي تاجرة مخدرات كبيرة قوي في كوم السمن. فضلت تلف ورا برع تلف ورا برع لحد ما اتجوزته، وفي الاخر هي اللي اديته المهموس ده. ياه بقى وردة خطيرة للدرجة دي؟ يا بنتي بعد عنك، عاملة زي الحية لدغتها والأب. انا خايفه على فتحي، لحسن تاذيه هو كمان. ما تخافيش يا حبيبتي، ابوك قايل له قبل ما يحط رجليه في عربيته يفتشها كويس قوي، ومنبه عليه ما يدخلش اي حد غريب المغلق. بابا لحسن كمان تندار على بابا وهي ابوك يا مروه. لا الحمد لله، ابوك يا اختي حريص حريص قوي، ويوم ما تفكر البت دي ان تهوى بناحيته يدوس عليها برجله ويفعصها زي الصرصار. بقى وردة يطلع منها كل ده؟ مش هي دي اللي كنت بدافع عنها؟ وما كنتش عايزة تروحي فرح اخوكي عشان خاطر عيونها، عشان تبقي تسمعي كلام ابوكي وامك؟ بص جالي النهاردة مخصوص عشان يبلغني باللي حصل. يبقى الواجب بقى ان تشد معايا من جوزي. ليه ان شاء الله؟ عشان المستور يبان. مستور ايه يا اختي؟ ان كنت يا خالي متجوزه برعي في السر، وهو اللي كان بيمولنا بالحشيش. انا الايام دي مش عايز اعمل معاهم اي عداوه، وبعدين ما حدش عارف، جايز جدا برعي بكره الصبح يطلع براءه. انا ما بتهيأليش ان الحاج هيسيبه ده مهما كان برضه كسبانته. انا قلبي حاسس ان الموضوع ده فيه ملعوب. ايه ملعوب؟ دي قصدك ايه؟ مش مستريحه للي حصل ده يا هريدي. لا لا ريحي بالك انت، بكره المعلم العقاد هيطلعها، دول ناس واصلين. طب ولو بطلع عروش بقى هنعمل ايه؟ والبضاعه قربت تخلص، واحنا بصدقنا الرجل تجري علينا والرب زبون ونرشق في السوق. ما تخافوش، برعي كان عرفني على تجار كبار قوي في السويس، واتفقت معاهم ان هم يمولوني بكل اللي انا عاوزاه. انا بقى هكلمه. والبنت دي استجرت تيجي لحد هنا؟ يوه جرى ايه حالك؟ ده بدل ما اخويا ما تقول كتر خيرها
ده البت سابت حالها وجت تجري على ملا وشها لما عرفت بموضوع برعي ده. كانت خايفه ان يكون الموضوع ده مسك. ياه للدرجه دي؟ واكتر يا حاج واكتر. انت ما شفتهاش؟ ده البت كانها عندها حمى، كانت بتترعش وبتتنفض فين وفين. لما هديت، لما انا طمنتها وقلت لها لا اطمني يا حبيبتي، ابوكي ملهوش دعوه بالموضوع ده. سبحان الله. طب تصدق يا حاج ان البت دي بتحبك؟ اهو عمري في حياتي ما شفت بنت بتحب ابوها زي ما مروه دي بتحبك كده. طب وبعدين؟ وانت سبت البت دي تنزل كده من غير ما تتغدى حتى؟ لا يا اخويا، ده كلام انا فضلت اتحايل عليها، قالت لي لا معلش مش هقدر. يعني ايه مش عايزه تتغدى عندي في البيت؟ لا ده هي قالت لي بوسي ايد ابويا وقولي له يسامحني معلش ما قدرتش اقعد عشان سايبه جوزي في البيت لوحده وقاعد على السفره مستنيني لما ارجع نتغدى سوا. انا اكيد هيحصل لي حاجه بسبب البت دي، ما تتصوريش انا بتعذب قد ايه بسببها. ومن سمعك يا حاج، ومن سمعك. معلش يا اخويا، اروح انا بقى احضر لك لقمه تاكلها. لقمه ايه؟ تعالي بس، مين ليه نفسي اكل دلوقتي؟ جرى ايه يا ابراهيم؟ انت هتفضل يا اخويا صايم كده عن الاكل؟ انت شايفه البلاوي اللي عملت تحدف على دماغي؟ الله يجازيك يا ابراهيم، كل ده بسببك. معلش اهدى كده وواحد الله، على بال ما انا اروح احضر لقمه عشان ناكل سوا. ما تخافش يا برح، ان شاء الله خير يا اخويا. نفسي بس اعرف حميده مين اللي عمل فيا المغرز ده. ما انت يا برح مش عايز تقول انت كنت مودي الحشيش ده لمين؟ كنت بجامل بيه واحد صاحبي. بتجامل صاحبك بحشيش يا برح؟ ايوه، ابنه خد الشهاده وكان عامل قعده كبيره. بس مصير اعرف مين اللي غدر بيا كده. حكمت المحكمة حضوريا على المتهم برع السيد عفيفي بالسجن 10 سنوات مع الشغل. رفعت الجلسة. مرعي مرعي ما تخافش يا اخويا، ما يهمكش يا مرعي. شفت يا سعاد؟ برع جوز اختك ده طلع داهية كبيرة، تاجر مخدرات كبير واحنا ما كناش عارفين. ايه الكلام الفارغ ده يا سي محسن؟ مش تبطل تخريف؟ انا برضه اللي بخرف، امال المحكمة حكمت ليه عليه ب10 سنين؟ ها؟ معناته ايه الكلام ده؟ ظلم. هو يعني لو كان تاجر مخدرات كان ابوه يرضي يجوزوا بنته؟ امال قبضوا عليه ليه وحبسوه يا سعاد؟ ها؟ اكيد كان في حد متغاظ منه دسله المخدرات في العربيه. عارفه سوسو، انا خايف يعني ان الحكايه دي تاثر على سمعه الحاج. فاشر، قاطع لسان اللي يفكر يقول كلمه على ابويا. انا ابويا سمعته زي الفل، وانضف يا حبيبي من الصيني بعد غسيله. ابقى بقى بطل تخرف في الكلام. انا بقول يعني حبيبتي بحكم ان برعي كان شغال مع ابوكي وان السر كله كان معاه. طب انت فاكر لما كبسوا على البطنيه وفتشوا المغلق حته حته؟ وفاكر لما هجموا على بيت ابله بهيجه؟ فاكر؟ ما انت كنت قاعد. ايوه فاكر. اهم يوميها لقيوا مخدرات عند ناس كتيره قوي في البطنيه وما لقيوش حاجه عند ابويا. بقولك ايه يا سي محسن، تبطل بقى يا حبيبي كلامك اللي ملوش لازمه ده، لحسن لو بلغ ابويا هيزعل منك قوي. وانت بقى عارف يا سي محسن زعل ابويا شكله ايه. وده معقول يا سعاد؟ ده معقول انا فكر حتى زعل الحاج؟ طب ده انا بحسس على كل كلمه اقولها قدامه. هو انا ليا بركه غير الحاج؟ انا زعله قال. اتفضلي يا قبلتي. بس يا حبيبتي، بس يا اختي، عينيكي العياط مفيش فايده منه. مش قادره يا قبلتي، مش قادره. قطع بيا وقطع بعياله. الصبر يا حميده، الصبر يا اختي، وهالسنين هتجري بسرعه. بس ارجع واقولك، ده ملعوب واتعمل في جوزك يا حبيبتي، اتاخد على اخوانا. قصدك ايه يا قبلتي؟ قصدي اقولك لا يا اختي ولا بلاش. لا يا قبلتي، قسمك النبي تقولي لي تقصدي ايه؟ اقصد يعني اشمعنى البوليس ما قبضش على جوزك الا بعد ما اخوكي ما مسك الشغل؟ من امتى بقى جوزك وهو بيتاجر في المخدرات ده يا حبيب قلبي؟ سمعته زي البرلان. الخير ما عملنا والشر جالنا منين؟
تقصدي اني فتح اخويا هو اللي ورا حكايه برعي؟ مين غيره يا حبيبتي؟ مين اللي هيستجرى يحط له المخدرات في العربيه؟ ما انا لما قلت لهم الكلام ده كلهم هاجوا فيا وقالوا لي ان برعي متجوز بنت بشنجي من ورايا. ايه بنت ايه؟ مين يا بنت اللي قالك الكلام الفارغ ده؟ فتحي وابويا. لا الكلام ده مش كلامهم، الكلام ده كلام نسوان، ده شغل بهيجة. عملنا حسابنا من الحية والعقربة طلعت لنا منين؟ قصدك تقولي ان فتحي ورا الموضوع وامه لبستها للبت وردة؟ اسم الله عليك يا حبيبتي، اديكي فهمتي الفولة. وابويا عارف كل ده ومطنش؟ ما هي اللي تنقرس بهيجة، هي اللي رسمت الرسم ده كله. يا بنتي انا مش فاهم حاجة من اللي انت بتقولي ده. انا واخوكي لا يمكن نكون سبب في حاجة تجرى لجوزك ابدا. ده انا لو كلت مع واحد عيش وملح، عيش وملح بس، لا يمكن افكر في اذيته على الاطلاق. ده معقول؟ يبقى معقول انا حلطخ سمعة العيلة وبعدين احط الحديد في ايد جوزك وارميه في قضية مخدرات؟ انت اصلك ما تعرفيش الموقف الوحش اللي انا فيه دلوقتي. اولا الناس كلها عارفة ان برعي ده جوز بنتي، وعارفين انه دراع اليمين وبيشتغل معايا. انا اللي قلقان منه عامل حسابه بصراحة دلوقتي جوز اختك الضابط. طب ما جاش يبلغك ليه قبل ما يكبسه على برعي؟ هو ما يعرفش حاجة عن شغلنا، وبعدين اختك كمان ما تعرفش حاجة، ومال انا مطاعها ليه؟ هي اختي ما تعرفش حاجة؟ ابدا، ولا انا كمان عايزها تعرف. بس يابا اللي انا سمعته ان فتح اخويا هو اللي ورا موضوع برعي عشان يخلاله الجو. هو ده كلام فارغ ومش حقيقي. الناس هي اللي بتقول كده. الناس اولا عايزه توقع الاخوات في بعضيها، وبعدين عايزين يبوظوا الشغلانه من اصله. انت اصلك بصراحه ربنا ما تعرفيش اخوكي بيحب جوزك قد ايه. ده كان ناوي ياخده الاسبوع ده ويسافر بيه بره، كانوا هيسافروا اوروبا عشان يجيبوا بضاعه. وبرعي ما قالكيش ولا ايه؟ قال لي. ما هو ده اللي انا مستغربال. تستغربي له؟ اخص عليكي، ده انا بقول عليكي حميده دي احسن بناتي، مخها يوزن 100 راجل. امال انا سمحت البرعي يفشيلك سرنا ليه؟ دلوقتي محدش يعرف احنا بنشتغل ايه غير انتي وبهيجه. بقيت نسواني ما يعرفوش عني حاجه ابدا غير ان انا تاجر خشب. طب اشمعنى يابا برعي ما اتمسكش غير لما فتحي مسك بداله الشغل؟ اول حاجه انه ما مسكش بداله، ده مسك بدالي انا. تاني حاجه انا كنت عايز اكد لك اللي انت ما صدقتيش اخوكي لما قالك. قال لي ايه؟ اما قالك ان برعي اتجوز ورده، وانا لما حسسته ان انا عارف الظاهر حب يخلع منها، فالبت بقى رميت له المخدرات في العربيه ولا بلغت مكتب المكافحه الله اعلم. ما هو ده اللي فارسني يابا وغيظني. مش مصدقه، مش مصدقه ان برعي يعمل كده. ده البعيد ما يقدرش يستغنى عني. هو متهيألك؟ ما هو انا امك الله يرحمها كنت بموت فيها، ومع كده اتجوزت عليها. يا بنتي الجواز حاجه والحب حاجه تانيه خالص. انت يابا اللي بتقول كده؟ يا بنت عيب لما تكدبي ابوكي. وبعدين انت بنفسك مش جيتيلي كذا مره تشتكي ان برعي بيسهر كل ليله وبيرجع اخر الليل ينام على السرير زي القتيل؟ نسيت يا حميده؟ يعني ايه يابا؟ انت هتسكت على اللي بيحصل ده؟ هتسيب البت دي تتجوز جوزي وتدخله السجن وتطلع لنا لسانها؟ يا بنتي لسانها ايه وبتاع ايه؟ بالراحه الصبر، سيبيني ادبر الامور، كل حاجه ليها اوان. وبعدين المساله مش جوزك وبس، ده في انا كمان. البت دي عملت فيا قبل جوزك عمايل سودة، عشان كده يوم هقرب. استني عليا بس، هتشوف يوم اسود من قرن الخروب. وهتجيب بقى البودره دي منين؟ قلت لك ما تقلقش، انا اعرف كم تاجر حوالينا هنا ممكن ناخد منهم البضاعه ونشتغل معاهم لحد ما تفرق. لا يا حبيبي، احنا ما نعرفش التجار دول كويس، ولا عارفين فصلهم من اصلهم، ولا كمان عارفين علاقتهم بالبوليس. وديك شايف بقى اللي حصل مع برعي. هجيب ضغط الواد فتحي عشان يخلص مني. معلش خلينا برضه نشتغل في السليم. انا عايز نعمل لك ايه؟ ما هما دول اللي عرفهم وبس. انا بقى هقول لك نعمل ايه. اقعد. طب انت عارف هنعمل ايه؟ ما اتكلمتش ليه من الصبح وريحتني؟
ما انا قلت اسيبك تدلق اللي عندك القهوة، قلت يعني يمكن الاقي في حاجة. بقول لك ايه، كلم وخلصني بقى. احنا هنشتري من ماما. ازاي يعني؟ هنسافر بره ونقابل التجار الكبار، وساعتها بقى نجيب بضاعة رخيصة وتبقى مضمون. احنا نعرف الناس دي منين؟ برعي كان قايل لي على مكان واحد فيهم. هو كان ناوي؟ كان ناوي، بس زي ما تقول كده كان خايف من الحاج. هو الحاج ده بقى البعبع بتاعكم؟ سيبك بقى من الحكاية دي دلوقتي، اهم حاجة اللي بيتقال هنا ده ما يعرفوش جنس مخلوق. ده بودرة يا حبيبي، يعني فيها اعدام بس برضو فيها ملايين. خبطة والتانية تلاقي نفسك فوق فوق قوي. فوق قوي فين يا رب؟ في الاخرة. في مثل بيقول لك هي موتة ولا محدش ضامن الدنيا يحصل فيها ايه بكره. ابصدي يا ستي، هريحك من خلقتي كام يوم. ليه؟ رايح عند امك؟ خدني معاك واول مره اشم شويه هوا. هو ما فيش سفر غير عند امي؟ انا سايب لك البلد بحالها ومسافر بره. ليه بقى؟ مسافر بره تعمل ايه؟ هو اللي مسافر اعمل ايه؟ مسافر عندي شغل. شغلك هنا يا حافظي. شغلك هنا يا حافظي؟ والمصنع اللي ابوكي حجب عليا اني افتحه ده مش محتاج شويه حاجات؟ والحاجات دي لازم تكون من بره؟ امال يعني من جوه؟ خلاص خدني معاك وهو بالمرة شوف بلاد برة دي. عارف يا حفظي ابويا كان يروح ويجي يحكي لي، يا لهوي كان بيقول انها حلوة قوي. بص يا حبيبتي، انا مسافر اخلص شغل مش رايح اتفسح، وبعدين عمرك شفت ابوي خد واحدة معامل نسوانه؟ كبري بقى. هكبر يا حفظي هكبر. انا خايفة قوي يابا، خايفة يكون ناوي يتجوز عليا وعامل السفر ده حجة. يا بنت انت عبيطة ولا ايه؟ سفر ايه اللي هجه؟ اللي متجوز ده ما بيحتاجش لا يسافر ولا يروح ولا يجي. معدي جوز اختك اهو، كان متجوز وكل ليله في البيت ونايم عندها وهي نايمه على ودانها. وهنروح بعيد ليه؟ ما الوقت فتح اخوكي طلع انه قعد سنه بحالها متجوز العقربه اللي اسمها ورده، ونومه وهدومه هنا في البيت. ايوه يابا، بس دي اول مره يسافر من ساعه ما اتجوزني. الله، الراجل مسافر يجيب حاجات لمصنعه، عايزاه يسيب ده ويقعد جنبك؟ ده انت امرك غريب قوي. على قول ابوكي يا بنت، يا بنت فوزيه، الراجل دلوقتي مسافر في شغل، احنا ما نقدرش نقول له تلت التلاته كام. اما يرجع يا بنت قولي له ياخدك يفسحك يوديك السيمه. السيمه؟ خلاص يابا، اما يرجع من السفر انت اللي تقول له يسفرني معاه بره. ايه يا بنت يا هبله، ايه اللي انت اللي تقول له؟ انت خايفه منه ولا ايه؟ ما تخافيش منه ابدا، ده انت بنت العقاد، بنت ابراهيم العقاد. انت يا بنت ايه اللي وداكي عندهم يا بنت؟ ما تجيش هنا تشتكي لي ليه انا يا بنت. الله يما، هو انا يعني رحت لحد غريب؟ ده ابويا. وبعدين يعني انت كنت عايزاني اروح له فين؟ هو اللي يجي هنا وتشتكي له مش احسن مباهيجه تترسم عليكي؟ الشهاده لله يما، ابله بهيجه كانت واقفه في صفي على الاخر. ما هي لازم يا بنت تعمل كده. بس بجد بقى انت مالكيش حق يا بطه. قولي ابوكي قال لك ايه؟ ابويا قال لي بصي يا بطه، طول ما جوزك مسافر لشغل انت ما ينفعش تسافري معاه ابدا. يا بنت ما هو ده الكلام اللي كنت هقوله لك. ها والوليه بهيجه قالت لك ايه؟ اللي ابويا كان يقول عليه من هنا على طول كانت توافق عليه من الناحيه التانية. اه القروبه بنت القروبه، ما هي يا اختي واكل عقله بالشويتين دول. ما تاكلي عقله انت كمان ياما. وهي يا بنتي مدياني فرصه، ما هي شغلانه بالسهوكه وبالطبطبه ومحلقه على الراجل. اه ياما، اه ياما نفسي اعمل كده مع حفظي جوزي بالظبط زي اللي بتعمله قبله بهيجه مع ابويا. وايه اللي منعك يا شملوله؟ الغيره ياما، الغيره هتجنني. انت هتقولي عليها يا بنتي؟ ما انا مكويه بيها. إلهي إلهي ينتقم منك يا بهيجة يا بنت حسنية. بقولك إيه، أما حفظي جوزي يسافر أنا هاجي أقعد عندك هنا لحد ما يرجع. بس بشرط يا بنت، أبوك أي وقت يجيني توريني عرض كتافك وما شوفش خلقتك غير بعد ما يمشي. موافقة؟ بابا هيرجع إمتى يا ماما؟ لسه يا حبيبي. لسه ايه ده، بقاله كتير قوي. معلش يا ابراهيم، هو هيتاخر بره شويه عنده شغل كتير. اهم حاجه انت يا حبيبي تذاكر عشان اخوك لما يشوفك بتذاكر يذاكر هو كمان. انا عاوز لما بكبر اشتغل مع جدي في المغلق
ولا اروح اشتغل دلوقتي مع بدر بابا؟ لا ما تقولش كده حبيبي، انت لازم تذاكر كويس، ولما تنجح جدك هيشغلك شغلانه حلوه قوي. يلا يلا خش جوه. حاضر يا ماما. كده يا براي تتجوز عليا انا ليه؟ كان ناقصك ايه؟ عملت لك ايه؟ وانت عليك وانا عليك عيالك يا راجل يا دون. عايز اشرب من دمك يا برا. ليه كده حميدة؟ ليه كل زيارة تيجي فيها تبستفيني وتقطبيني بالكلام ده؟ بدل ما تقولي كلمتين حلوين يبلوا ريقي يخلوني اقدر استحمل القرف اللي انا عايش فيه ده. تستاهل اكتر من كده. بقى دي اخرتها يا براي؟ تتجوز عليا؟ ومين؟ طليقة اخويا اللي ضربها بالصرمه القديمه؟ وانت ازاي تصدقي الكلام ده؟ امال عايزني اصدق مين؟ اصدقك انت يا راجل يا دون يا ندلي يا جبان؟ طب اقول لك حاجه، روحي فتشي كل هدوم يا حميده، لو لقيت اي ورقه تثبت ان ورده دي مراتي او على ذمتي ليك حق عندي. انت عايز تجنني يا راجل انت؟ امال كنت بتروح لها شقتها ليه؟ شغل شغل حتتين شغل، كنت بشتغل كده في حتتين من ورا ابوكي. ايوه يا اخويا اكلني الاوانطة. صدقيني يا حميدة انا مظلوم، ولعلمك انا شام ريحة مش هي. من ناحية مين؟ من ناحية ابويا؟ لا ابوك ما يقدرش يستغنى عني. امال من ناحية مين؟ الواد الدون اخوكي فتحي. تفتكر لو الكلام اللي انت بتقوله ده صحيح يبقى ده شغل العقربة اللي اسمها بهيجة. طبعا عايزه الجو يخلى لابنها ويركب ويدلدل رجليه. شفت بقى حميده حبيبك برعي مظلوم قد ايه؟ سيبيني بقى انا خطط وتكتك. انا برعي سبع الليل وكل اللي بعمله ده عشان انت حبيبتي طول عمرك حبيبتي حميده انت الروح.